الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، شرح وتعليق ابنته أم عبد الله ابنة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، غفر الله لهما ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ما يقال في السجود بعد أن تسجد تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت فقد وإن شئت أن تدعو دعوت وإن شئت أن تدعو دعوت أحسن الله عليك. وإن شئت أن تدعو دعوت فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. حري يعني أن يستجاب لكم. نعم. أي فجدير أن يستجاب لكم. وفي الحاشية: وقد تقدم بعض أذكار السجود في أذكار الركوع، ومن الأذكار الخاصة في السجود ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره وعلانيته وسره. وما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وفيه: وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحاشية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره: وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال المصنف: فأنت إذا أطلت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة. وفي الحاشية: أي فيرجى أن يستجاب دعاؤك، لأن الدعاء في السجود مظنة الاستجابة. بعض آداب الدعاء: ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وفي الحاشية لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ولما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر. قال: الله أكثر. سبحان ربنا ما أوسع رحمته وفضله، أي الله يعطي أكثر وأفضل مما نسأل. وفي هذا لما قال: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، الإثم هنا أتت نكرة لتدخل فيها كل ما يبغضه الله ولا يرضاه تبارك وتعالى. ومن الإثم مما لا يتنبأ له كثير من الذين يدعون هو الإخلال في الدعاء، والوقوع أيها الكرام الفضلاء في موانع الدعاء، والوقوع أيضا في الاعتداء في الدعاء. عن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه وغيره أن له ابن كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين العرش. قال: يا بني سل الله الجنة فإنه يكفيك. وكان النبي ينهى عن الاعتداء وقال: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. وهذا الذي يحدث من بعض الناس، هو الاعتداء فين في الدعاء، هذا يدخل أيضا في الإثم.
ومن أيضا الدعاء بالإثم هو أن الإنسان يدعو بما حرم الله عليه كحبه لامرأة، فيدعو أن يمكنه الله عز وجل منها في غير زواج، أو كحبه للمال فيدعو الله أن ييسر له سرقة شيء بعينه أو اختلاس شيء بعينه. هذا هو كلمة الإثم، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي المسلم أن يدعو بما حرم الله عز وجل، بل ينبغي أن يدعو بما أحل الله تبارك وتعالى. الإثم عام وقطيعة الرحم خاصة، فلماذا عطف الخاص على العام؟ لعظم قطيعة الرحم، وأنه من أعظم الآثام بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. من الإنسان يدعو بقطيعة إيش؟ الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان ينبغي أنه يدعو بصلة الأرحام، وإن كشحت عليك رحمك اليمين، الرحم الكاشح لي الرحم المنابذة. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إليه، هو إيجابي وهم سلبيون. قال: إن كنت كما تقول فلا يزال عليك من الله ظهير. وكمان يوصفهم المل، المل هو التراب الحار، لما توقد فحما وحطبا فيستحيل فحما، التراب اللي يكون تحته هذا اسمه إيش؟ الملال. فأنت كمان يوصفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم. والإنسان كما قال ربنا عز وجل: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بل أحب أن يغفر الله لي. وأنفذ ما كان ينفذه إلى مصطح الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فمهما هم أساءوا إليك أنت أحسن إليهم، لأنك أنت تعامل الله عز وجل. وستجد ذخر ذلك في ذريتك وفي مالك. من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فلا تقطع فضلا تجعله على أرحامكم لموقف سلبي ممكن يكون من الأرحام، لكن أنت تريد ما عند الله عز وجل. أنفذ ما كنت تنفذ يا ثمامة. ما هو جوله وقال: يا رسول الله عند البخاري أنت ننشدك الله والرحم. ثمامة حيسوي لنا مقاطعة اقتصادية. النبي قال له: أنفذ ما كنت تنفذ يا ثمامة، خلاص اديهم لي. هذا لعظم هذه المسألة. ولما خلق الله الرحم تمسكت بقوم العرش، قال: هذا مقام العائذ منك العائذ، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت، خلاص. فأمر الرحم هذا أمر عظيم، عظيم جدا. بل تعين والدائك على ذلك. ما تقول: يا أبوي هذول ولاد عمنا، هذول ولاد خالتنا، يا أمي هذول هم كذا وكذا، احنا لا نأدبهم. لا 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 لا، ادفع بالتي أحسن، أنفذ ما كنت تنفذ، وصل ما كنت تصل، ستجد ذخرها وبرها في بركتك، في عمرك، وفي صحتك، وفي ذريتك، وفي أهلك، وفي مالك. لا تقطع شيئا. ويقول قائلهم: لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وخير من ذلك قول ربي تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا كان الخلف من الله عز وجل ف دونك من يتكلم فيك ومن يسيء إليك، لأنك أنت تتعامل مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.